السلام عليكم، معكم الابن عادل زروال. كنقلب على الاب ديالي اللي سميتو زروال محمد، اللي اختفى هذه يومين، خرج مع الدار والبارح مع الجوج نتاع النهار، ودابا حاليا مازال ما لقيناهش. بالنسبه للمواصفات ديالو، هو واحد الانسان يعني ما طويل ما قصير، راه شويه بكثره هو ابيض، ولكن مع هذا اللي ضربت فيه الشمس راه شويه بحال شويه كحل. المواصفات ديالو الشكليه يعني ماشي طويل. بالنسبه للكسوه ديالو اللي لابس، كان لابس نعاله كحله وتوني ازرق والتريكو ازرق. بالنسبه للمعاناه كيعاني من الزهايمر، وبالنسبه للاماكن اللي كيمشي لها كان كيمشي كيسكن في حي كولوش قدام اعداديه عقبه. الاماكن اللي كان يمشي لها كان يمشي للقبور نتاع سيدي محمد، وكان يمشي لطريق الحداده. هذا النهار هذا كنت قلبت عليه في الجهه نتاع كولوش، في الجهه نتاع سيدي يحيى، في الجهه نتاع الحداده، حتى الجهه الحتاليه ديال القهوه اللي لا فونتير ما بين المغرب والجزائر. هما عطاوني واحد المعلومات، قالوا لي راه يمكن راه كان هنايا وراه جا الجهه تاع المدينه، وراني شفتو هنا في المدينه، ومشيت الجهه تاع سيدي يحيى، وشفت عاود الجهه ديال تاع العرعره، وما لقيت حتى شي واحد. وإلا كان بالامكان انه تساعدونا في اقرب وقت ممكن، اللي شافوا يتصل بينا في الارقام التاليه. الصوره ديالو راه درناها، واللي لقاه يحاول يتصل في اقرب دائره الشرطه. وكنشكركم بزاف وجزيل الشكر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.